هي طيبة للجميع. نمر إلى 58 صفحة 55. أعطونا ثلاثة أ ناقص واحد محصور ما بين واحد وثلاثة لأنه أطير أ. إذا نبدأ بالمعطى ديالها، لدينا ثلاثة أ ناقص واحد محصور ما بين واحد وثلاثة. إذا هنا بغيت نخلي غير أ، إذا هاد ناقص واحد غنحيدو، باش غنحيدو غنحيدو بزائد واحد، يعني ثلاثة أ ناقص واحد زائد واحد، في جميع الأطراف غنزيد واحد، هنا واحد هنايا، إذا زائد واحد زائد واحد زائد واحد. إذا ثلاثة أ ناقص واحد زائد واحد هي ثلاثة أ، واحد زائد واحد هي جوج، ثلاثة زائد واحد هي أربعة. دابا بقات لي غير نحيد هاد الثلاثة هادي، يعني قلنا فاش كنزيدو لجميع الأطراف ما كيتغيرش الترتيب. دابا غادي نضربو كلشي في المقلوب ديال ثلاثة، ولا نقسمو على ثلاثة بحال بحال، نضربو نقسمو على ثلاثة كلشي، جوج على ثلاثة، ثلاثة أ على ثلاثة، أربعة على ثلاثة. قسمت على عدد موجب، إذا ما غاديش تغير الرمز، غيبقى هو هذاك. في الأخير كنحصل على أ، إذا هنا الاختزال، أ محصورة ما بين جوج على ثلاثة وأربعة على ثلاثة. هذا هو التطهير ديال أ. السؤال الموالي قالوا لنا التطهير ديال واحد على بي زائد سي، يؤطر واحد على اثنان بي زائد سي. نبدأ بالتأثير ديال بي، شنو عندنا بي؟ مالها بي محصورة ما بين جوج وربعة، بي محصورة ما بين جوج وربعة حسب المعطيات. احنا بغينا واحد على بي، اذا شنو غادي نديرو؟ غنضربو كلشي في واحد على جوج، اذا واحد على جوج في جوج، وهنايا بي في واحد على جوج، وهنا ربعة في واحد على جوج. ضربت في واحد العدد اللي هو موجب، اذا ما غاديش يتغير الرمز، اي عندك بي واحد على جوج هي واحد على جوج بي، وهنا جوج على جوج هي واحد، وهنا اربعة على جوج هي جوج. حنا التأثير لقينا التأثير ديال بي واحد على جوج بي. دابا غنزيدو له سي، ولدينا سي، سي محصورة ما بين ناقص واحد و ناقص أربعة. إذا حنا شنو غادي نمشيو نديرو؟ غادي نمشيو نجمعو طرفين بطرف هاد التأطير ديال سي مع التأطير ديال واحد على جوج بي. إذا واحد على جوج بي زائد سي، جوج هذا مع هذا، جوج زائد ناقص واحد، وهنايا واحد زائد ناقص أربعة، غير باش تعرفو بلي أنني درت الجمع. ومنه اذا دابا غادي نمشي غير نحسب واحد على جوج بي زائد سي محصورة ما بين جوج زائد ناقص واحد، يعني جوج ناقص واحد يعني واحد، وربعة ناقص واحد ناقص ربعة هي ناقص ثلاثة. هاد التأطير ديال واحد. دابا غنمشيو نديرو التأطير ديال لنؤطر سي على بي. اذا سي على بي ما كنديروش التأطير ديال القسمة، كنديرو التأطير ديال الجدل، سي في واحد على بي. لدينا سي التأطير ديالها محصور ما بين ناقص واحد وناقص ربعة، هذا عدد سالب خاصنا نرجعوه موجب، غنضرب كل شيء في الناقص، ناقص سي، وغيتقلب لي الرمز، انتبه. عفوا كان الزرب حيتاش الباتري غير ديشارجوزيه، غيتقلب الرمز، هنا غيولي واحد كنضربو كلشي في الناقص، وهنا غيولي ربعة. ها هي دابا السي، السي دابا راه موجب او ناقص سي موجب. وعندنا بي، بي محصورة بين ماذا وماذا؟ بي محصورة ما بين، بي محصورة ما بين جوج وربعة. احنا بغينا ما بغيناش بي، بغينا المقلوب ديال بي. اذا شنو غنديرو؟ غندير واحد على بي، يعني واحد على ربعة واحد على جوج. درت المقلوب، شنو غادي يوقع؟ يتقلب الرمز. هادي واخا درت لها المقلوب بقات موجبة. دابا غادي نمشي، هادو عندهم نفس الرمز، اذا غنضرب ربعة في ربعة في واحد على جوج، ناقص سي في واحد على بي، وواحد في واحد على ربعة،
وغادي نخلي الرمز كما هو. دابا غادي نحسب اللي في الوسط هو ناقص سي على بي، وهنا 4 على 2 هي 2، و4 في 1 على 4 هي 1 على 4. غير هو هاد ناقص سي على بي، سي على بي ما خصنيش نخليها هكا، هما قالوا لنا سي على بي ماشي ناقص سي على بي، غنضرب كلشي في الناقص، تولي هنا ناقص، هنا تولي غير سي على بي، هنا ناقص 1 على 4. إذا ضربت في الناقص الرمز غيتقلب، وغيبقى لنا هذا هو التأطير ديال سي على بي. بقات لنا آخر عملية قبل ما يدي شارج التليفون، هي ديال ناقص سي على بي. اصلا عطاونا التأطير ديال سي على بي، راه اثرناها، ناقص سي على بي راه محصورة، اثرناها في السؤال السابق. سي على بي ها هي اثرناها هنا، جوج واحد على أربعة، ما بين جوج واحد على أربعة. هذا هو التأطير ديال سي على بي. هنا كنا أثرنا ناقص سي على بي هي، أثرنا ناقص سي على بي، أثرنا ناقص سي على بي هي، وصلنا لها في واحد النتيجة. إذا هنا كان علينا نديرو لي نؤثر ناقص سي على بي و سي على بي. إلى هنا أكون قد انتهيت، شكرا على حسن المتابعة، إلى التمرين الموالي.